وإننا باسم مليار وثمانئة مليون مسلم لندين بأشد العبارات ونستنكر أشد الاستنكار التطاول على مقامات النبوات والرسالات، ولسيما خاتمهم نبي الهدى والرحمة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما الرسوم المسيئة والأعمال المشينة إلا نوع من الإرهاب وضرب من التطرف المذكي للكراهية والعنصرية البغيضة، وليس من حرية التعبير توجيه الإهانات أو الاستهزاء من المقدسات والرموز الدينية، بل هو تجاوز للآداب والأعراف مردود على صاحبه، لأن حرية التعبير لا بد أن تراعي القيم الإنسانية التي تقوم على احترام مشاعر الآخرين، ومتى خرجت عن تلك القيم فإنها تسيء للمعنى الأخلاقي للأديان والثقافات والحريات. ومثل هذه الإساءات تخدم أصحاب الأفكار المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية. والإسلام براء من كل هذا وذاك، وهو بريء من إلصاق تهم الإرهاب به، فهو دين التسامح والتراحم والتلاحم، وليس فيه إرهاب أو تطرف أو تخريب أو استهزاء أو سخرية أو تفريق بين أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام.